السلام عليكم. النهارده مع الاسف في خبر وحش جدا طالع من وكاله الفضاء الاوروبيه، بيقول ان المركبه الفضائيه فواياجر 1 التابعه لوكاله ناسا حصل فيها بعض المشاكل. بس في البدايه في كام خبر مهم جدا لازم تعرفوه. اول خبر معنا بيقول ان الهند اطلقت قمر صناعي جديد لدراسه الطقس. انطلق القمر الصناعي 3DS التابع لمنظمه ابحاث الفضاء الهنديه على متن مركبه اطلاق الاقمار الصناعيه GSLV، وبيقول رئيس منظمه ابحاث الفضاء الهنديه انه سعيد جدا للاعلان عن الانجاز ده، واضاف ان تم ادخال المركبه الفضائية للمدار بنجاح. مركبة إطلاق الأقمار الصناعية GSLV المكونة من 3 مراحل نشرت القمر الصناعي في المدار المتزامن مع الأرض بعد حوالي 1/3 ساعة من الإقلاع، والمفروض بعد كده القمر الصناعي هياخد طريقه الخاص للمدار الثابت بالنسبة للأرض. والمدار الثابت ده موجود على ارتفاع 35786 كيلومتر فوق سطح الأرض. لازم تعرفوا إن عند الارتفاع ده الأقمار الصناعية بتعمل دورة كاملة حوالين الأرض في نفس الوقت اللي كوكبنا بيعمل دورة كاملة حوالين محور، عشان كده الأقمار الصناعية عند الارتفاع ده بتفضل في نفس المكان بالظبط كده. هو ده المدار الثابت، والمدار ده شائع للاتصالات السلكية واللاسلكية والأقمار الصناعية الخاصة بالطقس. القمر الهندي بقى 3DS مولته وزارة علوم الأرض الهندية لتعزيز عمليات رصد الأرصاد الجوية ومراقبة أسطح الأرض والمحيطات للتنبؤ بالطقس والتحذير من الكوارث. أما بالنسبة لمركبة الإطلاق GLSV ده الإطلاق رقم 16 ليها، وطول الصاروخ 51.7 متر، ويقدر يوصل 2250 كيلو جرام من الحمولة لمدار الأرض المنخفض. خلينا نفكر حضراتكم أن برنامج الفضاء الهندي حقق نجاحات كبيرة جدا في الفترة الأخيرة، من أول شهر 8 السنة اللي فاتت هبوط تشاندريان 3 على سطح القمر، وبعد أقل من شهر أطلقوا المهمة أديتيا L1 أول مسبار هندي على الإطلاق لدراسة الشمس، وبعدها أطلقوا قمر صناعي تاني لقياس استقطاب الأشعة السينية، وتعتبر أول مركبة مخصصة لعلم الفلك بالأشعة السينية لدراسة الثقوب السوداء. الخبر الثاني معنا نازل على الأستروبيولوجي، وبيقول إن القمر تايتان التابع لكوكب زحل ما بيدعمش الحياة على الإطلاق. تايتان هو أكبر أقمار زحل وتاني أكبر قمر في النظام الشمسي كله، ومليء بالجزيئات العضوية اللي بتحتوي على الكربون على سطحه، زائد إن القمر بارد جدا ودرجة حرارة سطحه لا تتعدى 179 درجة مئوية تحت الصفر. وفي الظروف دي التفاعلات الكيميائية اللي بتدعم الحياة بتزدهر ببطء شديد قوي، بس التقديرات بتقول إن في أعماق القمر الجو أكثر دفئاً. مش بس كده، ده كمان التقديرات بتقول إن في محيط سائل حجمه 12 مرة حجم محيطات الأرض كلها. فالباحثين يشتغلوا على الأساس إن لازم يكون فيه كمية كبيرة من الجزيئات العضوية من السطح قادرة توصل للمحيط علشان تقدر تسهل الكيمياء الحيوية اللي تقدر تنتج وتغذي الحياة. بس الطريقة الوحيدة علشان ده يحصل اصطدام مذنب، لأن التأثيرات اللي زي كده ممكن تدوب الجليد السطحي وتعمل بركة من المياه السائلة مليانة بالجزيئات العضوية، لأن الماء السائل كثافة أعلى من الجليد. لكن بعض الباحثين شايفين إن معدل التأثيرات مش هيكون عالي قوي بالدرجة الكافية اللي توصل المواد العضوية لمحيط تايتان. عشان كده في احتمال تاني ليه علاقة بقمر أوروبا التابع لكوكب المشتري. قمر أوروبا موجود فيه عدد قليل جدا من الجزيئات العضوية على السطح، بس طلع موجود فيه فتحات حرارية مائية في قاع البحر بيخلي المحيط يتلامس مع قلب القمر الصخري، فبالتالي الفتحات دي ممكن تقذف كل انواع الجزيئات وتؤدي لتفاعلات كيميائيه معقده ممكن تدعم الحياه. كمان مقصد ويب اضاف دليل على وجود الكربون في محيط القمر، وبالتحديد تدفق ثاني اكسيد الكربون من المحيط لسطح القمر. فهل ممكن نفس السيناريو يحصل على القمر تايتان؟ وبالفعل فريق الدراسه سلط الضوء على السيناريو ده وحصلت مفاجاه، وهي ان المواد العضويه اللي هيتم الحصول عليها من داخل القمر ممكن ما تكونش مفيده لدعم الحياه، لان الباحثين بيقولوا انها تبقى مركبات عطريه في المقام الاول، فصعب قوي تكون جزيئات حيويه، خصوصا ان القمر تايتان مشهور ان هو محاط بضباب دخاني من البتروكيماويات. الخبر اللي معانا بعد كده بخصوص المركبه الفضائيه فواياجر 1. في نهايه السنه اللي فاتت وبالتحديد 12 ديسمبر وكاله ناسا طلعت اخبار تقلق شويه بخصوص ان المركبه الفضائيه بتعاني من خلل. خلينا افكر حضراتكم ان ده اول مسبار فضائي ساب النظام الشمسي بتاعنا وسافر بين النجوم. المسبار ده شغال بقاله اكتر من 45 سنه، زودنا بثروه من الاكتشافات. يوم 6 فبراير السنه دي وكاله ناسا طلعت بيان وقالت فيه ان الفريق لسه شغال على اعاده المركبه الفضائيه لحالتها الصحيه المناسبة، وقالوا ان المهندسين في مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا شغالين على حل مشكلة البيانات. هو على فكرة لحد دلوقتي في اتصال مع المركبة الفضائية،
لكن العملية بطيئة شوية بسبب المسافة الهائلة اللي بتفصلنا عن المركبة الفضائية. خلينا نطمنكم على فواياجر 2، العلماء بعتوا تحديثات للمركبة الفضائية والحمد لله كله تمام، لكن فواياجر 1 لما بيحصل اتصال مع التحكم الأرضي بياخد حوالي 45 ساعة. المهندسين توصلوا إن المشكلة موجودة في نظام بيانات الطيران، والنظام ده ما بيتواصلش معانا بشكل صح، بالتحديد مع الأنظمة الفرعية بتاعت المسبار واللي اسمها وحدة تعديل القياس عن بعد. عشان كده المركبة ما بتبعتش أي بيانات علمية أو هندسية لكوكبنا، لكن التحكم الأرضي بيقدر يبعت المعلومات لحد النهاردة. المشكلة دي لاحظتها وكالة ناسا السنة اللي فاتت، لأن وحدة تعديل القياس عن بعد ما بقتش تبعت لنا بيانات واضحة، لأن من أهم الوظائف الأساسية لنظام بيانات الطيران جمع المعلومات عن المركبة نفسها، صحتها وحالتها العامة. بعد كده وحدة تعديل القياس عن بعد بتدمج المعلومات دي كلها في حزمة بيانات واحدة وتبعتها لنا. على فكرة البيانات دي عبارة عن صفر ووحيد، لكن مع الأسف نظام تعديل القياس أعاد خلط نسخة غير مفهومة من الكود الثنائي. الموضوع ده حصل قبل كده، كانوا بيقفلوه ويشغلوه وبيرجع كويس جدا، لكن المرة دي الطريقة دي ما نجحتش. وفي أوائل فبراير قالت سوزان دود مديرة المشروع في مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا إن فريق المشروع قدر يحدد اللي بيحصل في نظام بيانات الطيران، وقالت إن المشكلة موجودة في ذاكرة قوات الدفاع والأمن، يعني في جزء في الكمبيوتر باظ. بس لسوء حظنا نظام بيانات الطيران ووحدة تعديل القياس عن بعد بيشتغلوا مع بعض لنقل المعلومات حول صحة المركبة الفضائية، فالمهندسين صعب يعرفوا مكان وجود الفساد المحتمل بالظبط، لكن هم عارفين كويس ان المركبة الفضائية لازم تفضل على قيد الحياة لانها بتبعت لنا حاجة اسمها نغمة الناقل. اي نعم الاطوال الموجية بتاعت النغمات دي ما بتحملش المعلومات، لكن بتبعت لنا اشارات شبه النبضات كده، والاشارات دي بنعرف عن طريقها حالة المكان اللي موجود فيه المسبار الفضائي. اخر خبر معانا طالع من وكالة الفضاء الاوروبية وبيقول ان القمر ERS2 هيصطدم بالارض بعد بكرة. قدرت شركة التصوير التجاري الاسترالية تصور القمر يوم 14/2 وهو بيسقط ناحية كوكبنا. تم اطلاق قمر الاستشعار الاوروبي سنة 95 وقعد 16 سنة يراقب كوكبنا من الفضاء لحد ما خلصت مهمته سنة 2011. وكالة الفضاء الاوروبية بقالها شهرين بتعمل مناورات بالقمر عشان تقدر تعمل له زوال امن في الغلاف الجوي بتاعنا. الوكالة قالت انه هيوصل يوم الاربعاء، ممكن قبل كده ب 19 ساعه او بعد كده ب 19 ساعه. عدم التاكيد ده بيرجع لتاثير النشاط الشمسي، لان النشاط الشمسي بيأثر على كثافه الغلاف الجوي وبالتالي بيتغير مقدار سحب القمر الصناعي. لازم تعرفوا ان مناورات اعاده الدخول دي طبيعيه وامنه جدا. الوكاله بتقول ان القمر حرق كل الوقود بتاعه وتم التخطيط بعد كده للهبوط لضمان عدم اصطدامه بمركبات فضائيه تانية او حطام فضائي. الوكاله بتقول ان اخراج الاقمار الصناعيه من مدارها في نهايه عمرها وضمان عودتها لغلافنا الجوي تعتبر اداه اساسيه في الحفاظ على الطرق الفضائيه السريعه المزدحمه خاليه من الاقمار الصناعيه القديمه، وبالتالي منع الاصطدامات في المدار، وبكده نخفف من خلق المزيد من حطام الفضائي. على فكره مركبه الاستشعار الاوروبي دي كانت الاكثر تطورا لرصد الارض، وزنها 2294 كيلوغرام، يعني كبيره جدا بالنسبه لكل الحطام الفضائي اللي موجود. بس على فكرة كل كام اسبوع كده بتحترق قطع من النفايات الفضائية غلافنا الجوي، والوكالة بتقول ان القمر ده هينقسم لشظايا اصغر على ارتفاع 80 كيلو فوق سطح الارض، معظمها هتحترق في الغلاف الجوي وفي شظايا تانية هتقع على سطح الارض، لكن الجزء الاكبر هيسقط في المحيط. والوكالة بتأكد في النهاية ان مفيش اي حاجة من الاجزاء دي بتحتوي على مواد سامة او مشعة. هستنى رأيكم تحت في التعليقات. لحد ما نخلص حلقتنا يا رب تكون عجبتكم، والسلام عليكم.